السلام عليكم خدام موالي عشاق قناة طيرنا فلوغ، خوتنا وصحابنا تحياتي لكم. رمضان مبارك كريم، الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. ها هو معنا بلاكات، وحشتو شحال ما صورناه معنا، راه غبر علينا إن شاء الله. سلم لي على اليوم. ها هو كي كتشوفوا اليوم جيناكم في فيديو جديد، الروتين ديالنا في رمضان مع الطويرات. خليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة وتحياتي لكم. السلام عليكم الدراري والصحاب والخوت، كي كتشوفوا معنا غنحيدوا الزوال اللي كنرشوه في الارض باش نجمعوه وندوزوا القفوزه باش نقيوهم نطويوهم ونبدلوا لنا الطيور. وتحياتي لكم، خليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. باش ما تملوش معانا، حنا وريناكم كيفاش كنقاو المجوره، كيفاش غراطيناهم ساهله. علاش كنقول لكم الدراري تهلاو في الطويرات؟ ماشي غير في الماكله باش تا هما يلبسوا، راه حتى في الكراطوار كتبقى المجوره نقيه، كدير هاد بطقه مكركبه وفيها لاكريب. المهم باش ما تملوش معانا الدراري، خليكم ترجعوا كيفاش كنغسلوا الشرابات. وتحياتي لكم. دراري كيف ما وريتكم من الفيديو قبل، انا الشرابات كنغسلهم بشتا تسنان. علاش؟ باش ما يتكونش فيهم هنايا الخس ولا الكركر ولا حيت انا كنعطي الخرطال يوميا، كتلصق البيوديه هنا ديال الخرطال البيور مع كي ياكلوا الخرطال وكيشربوا. هادشي علاش. وبالنسبه للدراري دابا راه كندوز عليهم، حتى هما كنمسحهم بيديه، ولكن غدا غادي ندير لهم الشتاء. كي تشوف الفيديوهات اللي قبل، اللي ما تفرجش في الفيديو راه يدوز يشوفوا كيفاش كنغسل بالشتاء. وتحياتي ليكم وبيس ليكم الدراري، وخليكم مع الفيديو. بالنسبه للدراري هادو حيت مفرخين، الى شفتوها راه فيها واحد شويه البيوديه لداخل، غادي نديرو لها الشيته ديال السنان وغتشوفوها كي رجعات. علاش الدراري؟ حيت هادو مفرخين، كي ياكلوا خرطال بزاف وكيخليو البيوديه هنايا جوج شرابات، هادو غنديرو لهم الشيته. ديما الدراري لداخل، لداخل ديال الشيته ديال الفم ديال الشرابه ملي كيشرب الطير. علاش؟ حيت هو ملي كيشرب الدراري، وحنا ما دايرين لا معقم لا والو، حيت ديجا حنا كنعقمو نهار او نهار لا الدراري. تحياتي ليكم، وهذه هي الطريقه الدراري.
كي شتو معنا الدراري احنا لقينا الطويرات هما يلاه بداو كيف تقصوا صوت الله البورات عاد كنقول لكم الدراري تهلاو في الطويرات ديالكم غيتهلاو فيكم الدراري هانتوما حنا نقينا اليوم نقينا الوليدات كلشي هاد راه في الطعمة كلشي ناضي الدراري تحياتي لكم وكنشكركم الدراري على المتابعة ديالكم احنا يلاه حطينا لهم الحطة على الدراري احنا رجعنا لكم من بعد نطويينا القفوزة وتهلينا في الفريخات وديما كنقول لكم الدراري والنوطة الشهيرة ديال خوكم ياسين تهلا فيهم وتهلا فيك الدراري بالنسبة لهذا الشيء اللي كدير الدراري ها نهار ونهار لا ورمضان يوميا على حسب باش نجيبو شوية الصوت والله يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال في هذا رمضان والله يهدينا ويهدي جميع المسلمين أجمعين بالنسبة للدراري كيشتوني طوينا قفوزة من الشرابات بدلنا المجورة للولاد عطيناهم ياكلوا بدلنا اليوم الماء هادشي الدراري اش كنقول لكم تهلا فيهم غير تهلاو فيك ومولع الدراري ما كياخدش منك وقت كثير بالنسبة انا دابا غير ني طويت وبدلت الماء دا مني ساعة الباقالة مني كنبغي نعقم القفوزة ونعقم المجورة ونغسلهم ونكرطهم ونحكهم بالماء يعني وبلي برودوي كيدي مني ساعتين ديال الماء كان والو الاخوان ساعتين الدراري تقدر تلقى شاد داك التليفون كتفرج فيا انا لا انا الدراري كنبغي موتيفيك الدراري الموتيفاسيون وما كنبغي نخدم عليه ما كنبغي نخبي عليكم والو وكنعطيكم جميع باش غادي انا وباش كتشوفوا داك الامتياز الحمد لله وباش كنعاونوا راسنا ونعاونوا الناس الاخرين ويتولعوا معانا بالنسبه للدراري راه الزوان راه غلا بزاف الله يهديكم والله يشوف فينا شوفوا من جهتنا اخواننا بزاف واش خاصه ديال الزوان دابا ديال كندا وصلت 17000 والله الا عيب بالله المهم نرجع للموضوع ديالنا تهلا الطويرات كيتهلاو فيك قال لك الوقايه خير من العلاج الدراري بالنسبه لكل شي طيور البيع اللي خصها شي حاجه راه يدوز انستغرام راه كنبوست كل شيء هذا هو الانستغرام ديالي وتحياتي لكم وشكرا على الدراري اللي تابعونا جداد ومرحبا بكم وغادي تشوفوا معنا غير جديد وديما جديد وتحياتي لكم ومرحبا بكم واي واحد الدراري بغى يجي يتولى عندنا مرحبا بي و1000 مرحبا بي وتحياتي لكم